السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. في هذا اليوم الجميل، يوم الجمعة، في هذا الوادي الجميل، أحدثكم عن فضل الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من الصلاة والسلام علي. وفي رواية: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وليلتها. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم دليل على قوة الإيمان، ودليل على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة والسلام عليه يوم الجمعة لها فضيلة وشرف، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرد على النبي صلى الله عليه وسلم روحه حتى يرد على من صلى عليه، وإن هناك ملائكة يجوبون الطرقات والأماكن يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذه الأمة عليه. فنقول: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذلك الصلاة الإبراهيمية: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، ويتأكد ذلك في يوم الجمعة وليلتها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة دائمة مباركة إلى يوم الدين.